أيوب مرحبتين بيك في برنامج العشية. أهلا وسهلا. ما ينفعش نسأل أي سؤال قبل ما نعاتبك، ليش الغياب طيلة الفترة هذه كلها؟ هو غياب شوية مقصود، نجهز حاليا إن شاء الله لشغل جديد، نقوله انطلاقة تليق بالمجريات الساحة وما يحدث، يعني هما غياب سنتين أو ثلاثة فعلا كان في غياب. شنو تحضيرات أيوب الغداني الفترة الجاية؟ حاليا نسجل في سينجل كلمات وألحان وسام القروي، غنائيني طبعا، توزيع الغالي أستاذ ياسر نجم، هذا حاليا اللي نشتغل عليه يعني الفترة هذه. كيف رؤيتك للأغنية المصورة؟ هل الأعمال إذا كان تصورا يوصلا أكثر؟ لا، هو التصوير دائما يخدم الأغنية على فكرة، يعني دائما هو شيء إيجابي للأغنية، بس التصوير يخدم الأغنية في جودة التصوير، يعني حاليا في عالم الصورة يعني التكنولوجيا عالي جدا، فالإخراج عالي جدا، الإمكانيات عالية، فيبان التصوير لما يكون بشكل مثالي يخدم الأغنية جدا. طيب، ما هي الأسباب اللي خلت أيوب يبتعد عن إنتاج الألبومات ويكتفي فقط بالأغنية المنفردة؟ هو الإنتاج بصفة عامة، الإنتاج يعني مش سهل، حتى الوضع الاقتصادي بصفة عامة في المنطقة وفي بلادنا، ما اعتقدش ان الموضوع مناسب او مريح لدرجة انك تشتغل ألبوم كامل فسنجل، هم حتى مثلا على الساحة العربية وكذا معظم الأسماء انتاجيا تشتغل بنفس الطريقة، وفي الساحة الليبية كذلك كل يعني الجميع يتجهوا لسنجل يكون موجود اقل حاجة كل موسم عند الفنان شيء شغل نازل جديد. قلبي موجوع وبعيني نشفوا الدموع، لامين بدي اشتكي، عامين بدي اتكي، هربان من تمي الحكي، وصرت انا مخدوع. قلبي موجوع بعيني نشفوا الدموع، لامين بدي اشتكي، عامين بدي اتكي، هربان من تمي الحكي، صرت انا مخدوع. قلبي موجوع بعيني نشفوا الدموع، لامين بدي اشتكي، عامين بدي اتكي، هربان من تمي الحكي، صرت انا مخدوع. شو صار شو غيرنا، كنا سوا احباب، مرق العمر وكبرنا، هالغرام صفى عذاب. شو صار شو غيرنا، كنا سوا احباب، مرق العمر وكبرنا، هالغرام صفى عذاب. يا ري لو بترجعي ودقات قلبي تسمعي، غيرك ما في حدا معي، غيرك حدا ممنوع. في من يقول بعد نجاح أغنية نفترض يصعب عليه أن يراهن على عمل يضاهي نجاح نفترض، فعلا؟ لا، هو أغنية، يعني أغنية نفترض محطة أولى، وبعدين هو العمل اللي عرفني، عرف الناس بي، يعني الناس عرفت أيوب الغرياني بأغنية نفترض. هو ظروف النصيب، ظروف إنتاج العمل، الاستعدادات الكاملة اللي كانت، يعني كانت الخطوات كلها مثالية، بين تصوير، بين الأغنية نفسها نزلت على الراديو فترة وبعدين تصورت كليب، فهي أعتقد أنها هي مجموعة أعمال، وبعدين هو رصيد لي، يعني ممكن تحدي أني ندير خطوة فوق نفترض، وهو العمل اللي كان لي بصمة، يعني عرف الناس بأيوب، فلي مكانة خاصة عندي وعند الناس، بس هو تحدي، يعني نشوف الفترة الجاية ممكن نتجاوز النجاح هذا أو لا، يعني بس هو نجاح نعتز به الحقيقة. طيب، نقدر نقوله لازلت تعيش على نجاح المولود الأول نفترض؟ لا، هي الأغنية، أغنية نفترض، يعني أنا حتى أيوب نفترض، يعني زي فنانين، يعني صارت مع هلبة فنانين، يعني يكون العمل لي صدى خاص به ما ينتهيش،
فأنا حتى الاسم يعني كل الناس يقول لك أيوب، أيوب الغرياني مني، أيوب نفترض، فعرفني أيوب نفترض يعني. فشيء نشوفه أن تحدي، وبعدين العمل لسه موجود يعني، لسه مسموع، لسه موجود. وبعدين أنا في مرحلة نفترض نجاح أغنية نفترض كألبوم وككليب، أنا ما استمرتش صح، لأن ما حدث في 2011 يعني أنا كنت مفروض نستمر نجاح 2010 في السنوات اللي بعدها، فشوية الأحداث وما حصل في البلاد فهذا أثر الموضوع. أنا ما استمرتش نجاح أغنية نفترض عربيا ومحليا صح يعني، ما كانتش الأغنية، الزمن التوقيت ما كانش محظوظ جدا يعني. نسمع منك شيء. أوكي ليش لا. ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا 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 وتاهت بينا ليالينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي نرسي على مينا وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا وقلنا نرسي نرسي على مينا مشينا وهدينا من غير أهلينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وهدينا من غير أهلينا ولا حد بيسأل فينا وتاني الدنيا غدارة غدارة بتدور كل يوم بينا غدارة والله وجيتي علينا يا دنيا جيتي علينا علينا يا دنيا وجيتي كتير على نسمات لينا. كونك فنان شاب، كيف ترى الساحة الفنية الليبية؟ الساحة الفنية الليبية ساحة من يومها مليانة بالإبداع، بس حاليا الحالة الفنية تكاد لا تذكر يعني، كحالة فنية ما فيش، فيش المهرجانات بالشكل الصح. إنتاج مثلا السوق، ممكن السوق أكتر شيء الغناء الشعبي يعني، السيديهات الشعبية في فنانين مثلا السوق قاعد، قبل كان في تنوع أكتر، مش شعبي بس موجود. حاليا الإنتاج ممكن أعمال شعبية، الحالة الفنية تكاد تكون معدومة يعني، نظرتي خاصة. ماذا ينقص الفنان الليبي اليوم؟ هالباشية يعني الإنتاج عنصر، مش كل شيء الإنتاج، بس هو من العناصر الأساسية. تاني شيء الفنان الليبي، المشكلة إن مسألة الصبر والثبات إنك أنت تصنع اسم، ما أعتقدش هذا يكون سهل في يوم وليلة يعني. نشوف إن الساحة خسرت أصوات جدا، ما قدرتش تقاوم، أنا نعذرها إن الوضع صعب جدا إنها تقاوم، بس أعتقد إنك تحقق بصمة ولا تكون اسم، ما أعتقدش إن شيء سهل جدا، حتى لو كان مثلا في عواصم الإنتاج الكبيرة، إن شيء لازم يبي تعب ويبي شغل، وما ما يجيش البصمة هذه تكون في يوم وليلة، صعب. من هو رقم واحد من الفنانين الليبيين؟ الراحل محمد حسن يعني، كمثلا في سنوات إنتاج نجاحات موسمية، أعتقد ما تخطاش حد الرصيد الفني وقيمة الرصيد الفني. ونشوف الراحل محمد حسن كان محظوظ في مسألة الإنتاج، إنتاجه كان محترم،
يعني إنتاجها كان يشتغل بكواليتي كصوت كصورة ممتاز يعني. لكن هو للحظة هذه نشوف الراحل محمد حسن هو الأمبر واني. تعاونت كثيرا مع ياسر نجم وتقريبا أغلب أعمالك معه، ما سر التعاون الدائم؟ هو أول شيء غير القيمة الفنية للأستاذ ياسر نجم وتجربته ونجاحاته هو الحالة الإنسانية. يعني أستاذ ياسر تجمعني بصداقة وأخوة، هو غير إنه هو أستاذي، هو صداقة ومرجعية لي. يعني حتى العمل اللي نكون مقرر إني بالنفدة نخلي في القرار النهائي لأستاذ ياسر في معظم التفاصيل، وبعدين عندنا توافق إنساني كبير، يعني نشبه بعض في تفاصيل معينة، نشبه بعض كتير، ممكن هذا ليش كان الانسجام عالي يعني. نفترضنا ما افترضنا ونفترض مهما افترضنا، احنا ما لناش لبعضنا، ما لناش لبعضنا، ومهما لملمنا هانا الهوى 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 اصلا رفضنا، الهوى اصلا رفضنا. نفترضنا ما افترضنا ونفترض مهما افترضنا، احنا ما لناش لبعضنا ابدا، ما لناش لبعضنا، مهما لملمنا هانا، مهما لملمنا هوانا، الهوى 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 اصلا رفضنا، الهوى اصلا رفضنا. مهما حاولنا نتحايل، والله حاولنا نتحايل، عالظروف وعالمواقف عالظروف وعالمواقف، ومهما عالجنا المشاكل، مهما عالجنا المشاكل، بالحلال وبالعواطف بالحلال وبالعواطف، تبقى مركبنا حزينة دعب بيها العواصف، تبقى مركبنا حزينة لعب بيها العواصف، والحياة كترت علينا والسماء كبل يدينا، والحياة كترت علينا والسماء كبل يدينا، مهما عالدنيا اعترضنا والله عالحظ اعترضنا، الهوى أصلا رفضنا، الهوى أصلا رفضنا. جربنا نتواصل والله جربنا نتواصل، بالكلام وبالأغاني بالكلام وبالأغاني، مهما جربنا نتراسل، مهما جربنا نتراسل، ضايع بينا المعاني ضايع بينا المعاني، والعمر تكمل سنينا يحلم بالشط والمواني، والعمر تكمل سنين يحلم بالشط والمواني، والحياة قدرت علينا والزمان كبل يدينا، والحياة قدرت علينا والزمان كبل يدينا، مهما عالدنيا اعترضنا والله عالحظ اعترضنا، الهوى أصلا رفضنا، الهوى أصلا رفضنا. Thank you.
عليك لاقي يسلم عليك لاقي ويقول لك نبيك ويقول لك نبيك. أما خطاوي الرجل أما خطاوي الرجل صعب عليها تجيك صعب عليها تجيك. انت الغلا المكتوب وانت الوفا وقدرها انت الوفا وقدرها وانت رفيقة صوب وانت اللي مش ورا انت اللي مش ورا. انت الغلا المكتوب وانت الوفا وقدرها انت الوفا وقدرها وانت رفيقة صوب وانت اللي مش ورا انت اللي مش ورا. سلم عليك العقل سلم عليك العقل ولا الرجل ما طالت تجي. شنو الأغنية الليبية اللي تمنيتها تكون لك؟ يعني أغنية حديثة ولا قديمة؟ فيه والله في أكثر من عمل يعني في أكثر يعني في أكثر من عمل ليبي نسمعه ونتمنى. والصراحة لما نكون اللي غناه ممكن ما غناشي ما عطاشي حقه ففي أكثر من عمل وفي أعمال وفي أعمال حبيتها ومن غناها يعني غناها بطريقة حلوة وتمام. بس لكن في أكثر من عمل في قديم وحديث. القديم ممكن استثمرت الموضوع في شغل الجلسة حاليا نشتغل على جلسة ففي أكثر من عمل قديم عودة تنفيذة يعني سجلتها حيكون مصور في جلسة فنية قريبة يعني. يعني غنيت الحب النقيل اللي راح إلى ذكرى في موعد جيتك فنانة ناعسة في في عمل للأستاذ راسم فخري في مجموعة أعمال وحاليا حنسجل عمل للراحل محمد حسن. يعني استثمرت الموضوع في شغل إذاعي قريب للناس وفي أعمال أنا حاب أني نغنيها من تجربتي طبعا من الفرقة الوطنية. يعني اشتغلت مع كانت إدارة الفرقة كانت أسماء كبيرة جدا في الوسط الفني حتى من صناع الأغنية. يعني كان أستاذي الراحل محمد مرشان عامر الحجاجي الأستاذ كاظم نديم أنا من الشباب المحظوظين اللي كنت مثلا في جلساتي أو ملاحظات كانت على شغلي كانت من الأستاذ محمد رشيد الأستاذ كاظم نديم الأستاذ خليفة زليطني. يعني مرحلة الفرقة الوطنية كانت حساسة جدا واستفدت منها جدا للحظات هذه أنا مستفيد منها يعني. كانت لك جولة فنية في مصر العام الماضي وغنيت أكثر من حفل أحكينا عن هذه التجربة. تجربة مصر كانت تجربة غنية بالنجاحات. مصر القاهرة عاصمة الفن العربي عاصمة الفن الشرقي فوجودي في حفلات لوحدة إنجاز. أنا غنيت حفل في شرم الشيخ كان بدعوة من وزارة السياحة كان مهرجان لتنشيط السياحة. غنيت في ليلة تكريم غدامس عاصمة الثقافة العربية كان في حفل في أسوان. عيد حفلات عيد شم النسيم 6-7 حفلات كانت حتى محطة من التكريمات جميلة. يعني تكرمت من جامعة بن سويف غنيت في تخرج أول دفعة تكرمت من نادي المرأة الأفريقية في ليلة تكريم المرأة الليبية وغنيت كذلك. تكرمت من مجموعة زمن الجميل من تكرمت من صالون تغريد فياض الشاعرة اللبنانية التركيبة المصرية نحبها جدا والجمهور المصري طول عمره مش مجامل لو حبك فما قدمت يعني عجبهم. فتجربتي جدا كانت رائعة في القاهرة بصراحة والفضل الكبير إن مثلا الساحة الفنية نخترقها كانت الرائعة الصديقة النجمة خدوجة صبري. فمعظم التكريمات معظم الحفلات
كان برفقة الفنانة خدوجة صبري. يعني الفنانة خدوجة صبري كانت هي الصديقة والأخت والسند في القاهرة. يعني كل خطواتي في القاهرة كان وراها الفنانة الرائعة. يعني زي ما هي نجمة كبيرة، هي إنسانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يعني من المحطات الجميلة في حياتي ووقفتي حتى مع الرائعة خدوجة صبري في فيلم زهرة البنفسج، والمخرج وائل الرومي كان أول تجربة لي كتمثيل. قويت قلبي، خفت من الأول من التجربة جدا، لكن المخرج الكبير وائل الرومي، الفنانة خدوجة صبري، ناس عندهم خبرة لأن يوظفوك بطريقة تليق بيك وما تسيئلكش، وهم يعرفوا أدواتك أكثر. يعني الوقوف قدام كاميرا السينما ما أعتقدش تجربة سهلة، فكانت تجربة حلوة وتنحسب لي، يعني نعتز بها. طيب سمعنا منها. كنت أنا نغني في الفيلم، قفلة الفيلم المشهد النهائي في الفيلم، وكان من الجميل أني أنا كنت بنغني في الشارع، الناس يعني الكاميرات وكذا، فممكن التجربة الحساسة أني أنا نفصل، يعني أني أنا مضطر نخاف المخرج يكشخ علي نعود أكثر من مرة، فكان أني نفصل ونعيش مع الحالة، كان هذه ممكن أفضل تجربة، الخلاصة اللي من التجربة طلعت لها. وكان الناس كانوا يقطعوا في التصوير عجبهم صوتي، فكانت الأجواء جميلة، كانش يعني كانت تجربة بصفة عامة تجربة حلوة جدا يعني. وتحية كبيرة للصديقة والأخت الغالية خدوجة صبري النجمة الليبية، ونهناها حاليا لنجاح مسرحية حدث في بلاد السعادة ودورها الحساس ومجموعة التكريمات اللي تحصلت عليها، فتحية من القلب لها. Yeah.
طيب لماذا لم يخوض أيوب تجربة برامج الغناء العربية حاليا؟ حسيت أن البرامج تخوف، في أصوات ما تستمرش لقلة الدعم مثلا. هي برامج فيها مستوى فني عالي وفيها شغل تجاري، يعني وهذا شيء واضح، يعني مش مستحق ان مثلا شيء ان البرنامج لازم يكون فيه تصويت عالي، لازم يكون فيه. احنا الفنان الليبي دائما ما ليش يظهر، يعني انا تجربه ممكن في برنامج تسيء لي اكثر، ممكن نطلع من البدايه او ما نستمرش، فالناس حتاخذ فكره مش حلوه. رغم ان في اصوات في البرامج ما خدتش هي ترتيب اولى وافضل، استمرت وحققت مثلا نجاحات اكثر حتى من اصوات اخذت مثلا الاولى في المواسم اللي لها. بس هي تجربه مش سيئه. انا شخص اشتغلت على نفسي، لي البوم، لي مجموعه اعمال سنجل، فواخد الموضوع. انا في الفن هويه وهوايه، انا الفن ما نظرلاش انه هو كوظيفه او كشغل، يعني هذا يفرق معي شوية. أنا مثلا ما نشتغلش، يعني مصدر دخلي مش فني، أنا إنسان هي هواية اللي نحبها جدا، فماشي بخطوات مدروسة ومرتاح ومتصالح مع اللي ندير فيه يعني. طيب أيوب هرب أكثر من مرة من تجربة تقديم برامج التلفزيوني والراديو، كانت كنت تخطي في أكثر من خطوة ولكن تراجع في آخر لحظة، ليش؟ فعلا هو صار هذا عبر سنوات، وكان عروض من أسامي كبيرة يعني تقتنع بيها، تقول لي أنت أيوب تمتلك أدوات أنك أنت تقدم. والتقديم شيء ما أعتقدش سهل، غير التعامل مع الكاميرا، غير الثقافة، غير عالم كبير. وأنا نخاف دائما من خطوات مجهولة. أنا آخر عرض كان من أستاذ بشير بلاو، إعلامي كبير لي خبرته لي سنواته، ف نرتب الموضوع ونتخذ خطوات وبعدين الخوف يمنعني. يعني دائما احنا ردة فعل جمهورنا قاسية، يعني ردة الفعل الجمهور العربي والليبي بالتحديد ردة فعل تنحسب لها ألف حساب. فأنا في مكان ثابت فيه وماشي خطوات سليمة أفضل. أنا حتى عروض التمثيل في القاهرة يعني ممكن تمنيت أن كانوا منتجين أغاني، يعني جتني عروض تمثيل كثيرة، ممكن هي التفاصيل هذه يعني ممكن لو ممثل وهذا خطة مش هيقع عروض، هي دائما تصير في تفاصيل غريبة يعني. فأنا كان معظم العروض اللي تجيني في القاهرة تجيني عروض تمثيل أكثر، هو يعني كانت عروض من مخرجين، المخرج تحس أنه هو المخرج. أنا أكثر من حد نقول له نخاف مش شايف نفسي عندي وقت، يقول لي أنا مخرج، يعني هذه نظرتي الخاصة، هذا شغلي. فلكن أجلت، خفت أكثر من مرة نخاف، يعني مانيش متسرع. حتى في السنوات هذه أصبح يعني نضج في كل الخطوات، ماشي مرتاح بشوي بشوي، مش مستعجل على شيء يعني. طيب أيوب نقدر نسمع منك القلب ما ينساك؟ يعني أغنية نحبها جدا دائما نغني فيها، وتنطلب مني دائما في اللقاءات والحفلات، حاضر عيوني للراحل محمد رشيد. وللجميل أني أول مرة غنيتها كان في حضورة، كان مع الفرقة الوطنية، كانت هي والكسترا، يعني تقريبا 130-140 عازف. فالأغنية هذه لها وقع كبير عندي، ومن محطات الجميلة أني غنيت القلب ما ينساك. قلب ما ينساكم أغانين القلب، قلب ما ينساكم أغانين يا غالين القلب، قلب ما ينساكم يخطر علي كل يوم غلاكم يا غالي يا غالي نمجن. نقول وين منايا وينازها عيني، اهو نار غلايا نخاطري
خاطري والقلب القلب مش معايا إبت وصار حي حايرين أحداكم يا غالين يا غالين القلب. بلدي بلدي يا حبي وأحلامي بلدي يا فرحة أيامي تمرتي تمرتي يا تير النلاوي تمرتي أتفسكن نساوي سيفس يمخ ويغ تقرا ولمسي لغ سيفس يمخ ويغ تقرا ولمسي لغ دمي ومشي ما تخسد يا بلدي دمي ومشي ما تخسد يا بلدي رعشتي دي في دنيا نسي ماضية سي بسمت ورعشتي دي في دنيا رعشتي دي في دنيا سي من هنا سي الحب والحنية سي من هنا سي الحب والحنية نغني اللي أنا يا ما بحنان رعاني الغني اللي أنا يا ما بحنان رعاني شجيد في غيابة في غيابة. طيب سبق وغنيت باللهجة الهندية، حدثني عن العمل وليش اهتمت الغناء بهذه اللهجة. هو تحدي. أول شيء أنا نحب الأغاني الهندية عبر الأفلام من الطفولة، وكنت حافظ أعمال هندية من الطفولة. تجرأت وحكيت الفكرة للأستاذ ياسر، فلما سمع مني قال لي اقتنع تمام صدقت تمام. وبعدين أنا عندي أصدقاء هنود، يعني نرجع لهم في تفاصيل معينة. حتى لما سجلت الأغنية رجعت لهم إنه يشوفوا، يعني راجعوا معي العمل كامل، غير هيك ترجموا لي في الكلام مزبوط. هي فيها العربي في كلام عربي في الهندي، بس باش أنت تعيش إحساس الأغنية صح وتغنيه. يعني في الإحساس حاليا نسجل في أغنية جديدة هندية، يعني التجربة الأولى نجحت جدا، حبوا الناس صوتي في الهندي. أنا كان تحدي، يعني اللهجة ما هيش بسيطة، طريقة غناء ما هيش بسيطة. أي نقول هندي، أي ما فيش مشكلة. أي حن 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 في عمل جديد بدينا في تنفيذه، يعني
ممكن الأسبوع الجاي نركب صوت إن شاء الله. أول شيء أنا نبي نقدم تحية كبيرة للسيدة هدى السراري، لإدارة القناة، لفريق عمل القناة على 3 سنوات من النجاح المبهر، على 3 سنوات وهم يقدموا في الهوية الليبية بشكل احنا حبيناه، 3 سنوات من نجاح وخطاب بعيد جدا عن العنصرية أو عن العدوانية أو خطاب الكراهية. أنا نعتز جدا بالقناة ونعتز جدا بفريق عمل برنامج العشية، محمد وعمار، شباب زي الورد، قدموا للحالة الفنية الكثير، يشتغلوا بمهنية، مسلطين الضوء علينا. يعني لولا برنامج ممكن العشية وأخبار الفنية احنا ما فيش ممكن برنامج أو قناة تهتم بنا. فتحية من القلب، وأنا دائما 218 لها وقع خاص عندي، شغلي خطواتي الأولى دائما تكون حصرية على 218. تو هي تو جنة ميري، تو هي ميراجو، تو هي تو منت ميري، تو هي الركع سكو، تو هي أكي تندك، تو هي دل كي هتستك، اور كوچ نا جانو میں بس اتنا ہی جانو، تجھ میں دب دکھتا ہے یارا میں کیا کنو، تجھ میں دب دکھتا ہے یارا میں کیا کنو، سجدے سر جھکتا ہے یارا میں کیا کنو، تجھ میں دب دکھتا ہے یارا میں کیا کنو، تجھ میں دب دکھتا ہے